بين قوسين رئيس الوزراء ركضنا ركضكم أي هاي لمسنا مهمة جدا. وجدان هو السيد الرئيس مجلس الوزراء المحترم قال أنا ما أريد بعد تبكون وتقولون كذا وكذا وكذا، أنا أريد حلول، واللي ما عنده حلول هذا يوم 17 واللي ما عنده حلول لي يجيني. احنا رحنا السيد معالي امين بغداد المحترم والفريق من الوكلاء والمدراء العامين قدموا له الحلول. 27 مجسر عبور للمشات سينطلق بالاشهر القادمه. احيل للسيد رئيس مجلس الوزراء 19 مشروع راح تشوفها بغداد، حزمة الاولى للجسور والمجسرات والانفاق والطرق السريعه اللي راح تنطلق خلال الأشهر القادمة. إذن خطتكم اليوم كبرامج 2023 راح نشهد أنه مناطق بغداد القديمة خدمات بها، منطقة الكاظمية اللي بديتوا بها، العطيفية، الكاظمية، الأعظمية، أبو نواس. أنت عندك برنامج اسمه برنامج من أجل بغداد أجمل، أطلق السيد الرئيس مع 14 بلدية، كل بلدية معنية أن تقدم إنجاز خلال هذه الأشهر حتى بما فيها بالعيد، على منا إلى العيد على الإنجازات. الكورنيشات اللي عندنا كانت من دترة باقية، راح أشوف هسا الآن العمل جاري. أطلع مع قناة التغيير ونشوف العمل جاري بالمرحلة الأولى من العطيفية، أبو نؤاس، القريعات، الكرخ، زائد الكاظمية. هاي الكورنيش حلو دي يشتغلون بشكل قوي. أنا أقولش بين قوسين رئيس الوزراء ركضكم أي هاي لمسنا بأحاديث السيد رئيس الوزراء نيتا تطوير بغداد، افتتاح شوارع وجسور مثل ما قلت وغيرها، ولفك الاختناقات المرورية. أنتم مسؤولين اليوم عن ما ذكره سلفا وقلت ركضنا. تمام، أريد أسألك شغل أريد أسألك عن مطب موجود جسر الجادرية، طوله 12 متر تم تصليحه بشكل عشوائي، ترقيع يعني، يمكن لو باقي لو مثل قبل همينة أفضل. هذا العرض مالت الجاين. أنتم راضين على هذا الشيء؟ مو اختصاص أمانة بغداد، مو قلت لك أكو جسور طيب مختصة بأمانة بغداد باتفاق رسمي، وأكو مجسرات جسور تعبر نهر اختصاصها من اختصاص وزارة الإسكان. الآن وزارة الإسكان تعرف بهذا المطب وعدها مكتب كامل دا يشتغل على عملية تأهيله، تأهيل مطب جسر جادرية بغلق الطريق وتأهيله وإكماله. هسا تسأليني يا محمد أمانة بغداد شنو دورها؟ أقول لك ما عندنا أي دور في مطب الجادرية.